اهلا وسهلا بحضراتكم بعد الاستراحه، لسه مكملين في مهارات عظيمه. طبعا ما زلنا مع حضراتكم بنقول انه الناس اللي عندها احساس بالخمول، احساس بالتعب بالارهاق، ما بقتش بس تقتصر على كبار السن لكن بقينا شباب وصغيرين، وانا اول واحده على راس القائمه. عايزين نعرف ايه الاسباب، اعرف منين الاحساس ده احساس ليه علاقه بان انا عندي مشكله، ولا ده ليه علاقه بان انا عندي نقص في الفيتامينز في جسمي فتديني الاحساس ده. طيب ازاي اعوض ده، او ازاي اقدر اعرف اذا كان عندي نقص فيتامينز اعوض ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده من خلال ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني النهارده في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منوراني ومشرفاني. يا عظيمه يا روح قلبي حبيبتي، انا سعيده بوجودك معايا. طبعا دكتور دينا هي المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، وهي يعني من الشخصيات الرائعه على المستوى الانساني ان احنا اعرفها كويس جدا طبعا، وشرف ليا وجودها معايا في البرنامج النهارده، وده عشان يبقى فيه اضافه لحضراتكم من خلال الفقره الخاصه بيها. دكتور دينا، احنا في البدايه انا كل اللي يهمني اسال بيك افتح بيه الموضوع ده هو ان ممكن قوي نبقى احنا كويسين جدا على مدار فتره، واجي في فتره معينه زي مثلا بعد رمضان احس ان انا من اقل مجهود، تعبانه مرهقه مش قادره اعمل حاجه، قاعده انا مش عارفه ايه السبب، على الرغم اني ممكن اكون باكل كويس، يعني ما عنديش مشاكل في الاكل، يعني ما عنديش نقص في الجزئيه دي، لكن مش عارفه ايه السبب. اعرف منين السبب، واعرف منين ان انا عندي نقص فيتامينز، وان انا ايه نوع الفيتامينز بقى اللي اتعامل معاها في الوقت ده. بالنسبه للاكل يا عظيمه، ممكن تكوني بتاكلي كويس وكتير بس مش بتاكلي الاكل الصحيح. يعني كتير قوي بيستسهلوا ان هم يكتروا جدا في الكربوهيدرات، الحاجات السهله، نودلز، مكرونات، رز، بطاطس، الحاجات دي بكميات كبيره جدا من غير ما يحطوا لي بروتين في الاكل. صحيح، البروتين مهم جدا لدعم الطاقه. في فيتامينز في البروتينات مهمه جدا. يمكن موضوع الكسل زي ما قلتي يا عظيمه مش مقتصر على سن معين، بنشوف شباب دلوقتي عندهم كسل. فاسباب الكسل كتيره جدا. طبعا انا هبعد عن الامراض، يعني انا عندي في امراض معينه بتؤدي الى كسل، زي مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، مشاكل في القلب. فطول ما انا بتكلم لازم افهم او الناس تبقى عارفه ان انا بتكلم ما دام ما عنديش امراض مزمنه، مشاكل سكر في الامور الاخرى، عشان دي عايزه علاجات تانية خالص. فهمت. مش عايزه مكملات غذائيه، مش عايزه فيتامينز، الحاجات دي لا تعالج. تمام. لكن لو انا صحتي كويسه وما عنديش مثلا الامراض المزمنه وعندي كسل، وقتها بنقول نقص فيتامينز رقم واحد. عندي كمان التوتر، طبعا التوتر النفسي، قلة النوم. النسيان له علاقة؟ طبعا. بجد؟ طبعا. التوتر النفسي، قلة النوم، السكريات الكتيرة جدا، الانتيك للسكر على أساس إن السكر ده هيديني طاقة، لما بتزوده السكر ده بيدعم لي المناعة وبيدعم، وبالتالي بيدعم لي الطاقة. لو أنا أخدت انتيك من السكريات والحلويات كتير. دي مش حلو. كل حاجة لازم تبقى بالمعقول، نسب كويسه مظبوطه. كثره شرب الكافيين والشاي في اليوم بتبقى كتيره جدا. الكافيين بيعمل نشاط، لكن لما بيحصل اكسس للكافيين ده بيعمل خمول. لما بشرب في ناس بيشربوا 5 و6، ده مشكله على الكلى، مشكله على ضغط الدم، على ضربات القلب، ومشكله في النشاط. فباخد الكافيين بتاعي بالمعقول. ورقم واحد اكيد لازم ادعم الفيتامينات والمعادن في جسمي، لان الفيتامينز والمينرالز هم اللي بيحولوا لي الاكل اللي انا باكله لطاقه ونشاط وتركيز في نفس الوقت. طب في سؤال مهم بقى، اصحاب الامراض المزمنه مثلا، اللي هم ممكن يعتقدوا ان لما انا هاخد فيتامين هيغنيني ان انا اخد العلاج بتاعي الطبيعي، هل ده صح ولا غلط؟ دي كارثه يا عظيمه، دي كارثه كبيره. يعني على طول بقول يا جماعه، مرض مزمن زي مثلا يقول لك ايه، انا ضغطي عالي هعالجه بالكركديه، دي اكذوبه. ضغط عالي يعني دكتور، يعني ادويه. طبعًا. مريض قلب يعني دكتور، يعني ادويه. طبعا لا غنى عن زياره الدكتور في اي مرض مزمن. مفيش حاجه اسمها فيتامين بيعالج، مفيش حاجه اسمها اعشاب بتعالج. خطا كبير اننا نمشي ورا ناس بتقول ده. فلازم نبقى عارفين الفرق بين المكملات الغذائيه، الفيتامينات عامه هي دعم للصحه، دعم للمناعه، دعم للنشاط، وليست علاج لاي مرض ايا كان. ودعم للي ما بياكلش اكلات ممكن تكون بتسقط منه حاجات مفيده، لان يوميا انا محتاجه فيتامينز. انا يوميا محتاجه فيتامين سي، يوميا محتاجه فيتامين اي، يوميا محتاجه فيتامين بي كومبلكس
مهم جدا بكل انواع الكوبالامين، فيتامين بي 12 اللي بيكون كرات الدم الحمراء، ده مهم جدا جدا. ده موجود في الكبده واللحمه واللحوم. في بقى عندك الفيجيتيريانز النباتيين محتاجين مكملات غذائيه. طبعا اخواتنا المسيحيين اللي بيصوموا عن على مدار السنه كتير، على مدار السنه وبيبقى عندهم نقص في البروتينات او نقص في الفيتامينز محتاجين. طبعا اللي بيعمل عمليات تكميم ده لازم يمشي الدكتور، هيفضل ماشي بنظام طول عمره على طبعا فيتامينز. فلا غنى من الانتاج للفيتامينز والمينرالز عشان ادعم المناعه، ادعم الطاقه، ادعم التركيز، ادعم النشاط، وانتي اوكسيدنت طبعا المضاد للالتهابات. طب هسال بقى حاجه دلوقتي، هل انا لما اجي اختار مكمل غذائي وانا دلوقتي مش عارفه انا هاخد ايه اللي مناسب ليا، لازم اولا لازم نحط على راس القايمه، خلينا نكون كده، ان اي حاجه مرخصه من وزاره الصحه هي امان لينا طبعا، صح كده؟ طبعا. طيب طبعا ما حدش ياخد اي دواء او اي مكمل غذائي او حتى كريمات بتتحط على الوش غير وهي مرخصه. طبعا الفيتامينز بتترخص من هيئه سلامه الغذاء التابعه لوزاره الصحه المصريه. تمام. بلاش نخش على السوشيال ميديا ونشوف حاجات احنا مش عارفين مصدرها. ما تبلعوش حاجه غير وانتم شايفين التراخيص او عارفين انها كمان بتتباع جوه الفارماسي، موجوده جوه في الصيدليات. صحيح. مفيش صيدليه بتحط اي دواء او اي كريم او اي سبلمنتس غير وهي شايفه الترخيص، لان الصيدليات كلها عليها تفتيش طبعًا دوري. لا طبعا، والفتره دي كمان انا مبسوطه لانه ده بقى بيخلي، عارفه ايه، بيخلي يحجم من اللي هي البرودكتس او الحاجات اللي ممكن نشوفها احنا ونتعرض لها في السوق ونبقى مش عارفين الكويس من الوحش. طبعا. ومش وتختلط علينا الامور فعلا كلنا كده. طبعا. حتى لو تجربه شخصيه، حد جرب مثلا حاجه بس هو لسه مش مدرك لقيمه ان هو يتاكد ان المنتج ده مظبوط ولا لا. اللي عايز يتاكد المنتج ده مظبوط يشتريه من الصيدليه بالظبط على طول. تمام، ده ممتاز. طيب اتكلمينا بقى عن الفيتامين اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. احنا عارفين ان احنا في مكمل غذائي بيساعد ويعني ممكن يخلي يبقى عامل مساعد لينا احنا نتعرف بيه. خلينا بقى نعرف عن ألب مالتي فيت، ايه هي مكوناته وايه الفيتامينز اللي موجوده فيه تدعمني انا لما يبقى عندي نقص في الفيتامين كمكمل غذائي. كمكمل غذائي طبعا هتكلم على ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت رائع جدا، فيه فيتامينز كتيره وفيتامينز مهمه قوي للجسم. لو هتكلم في الاول فيتامين سي، قد ايه احنا عارفين فيتامين سي مهم للمناعه، وسمعنا على طول ان السنين اللي فاتت على طول لازم ندعم بفيتامين سي. ده كان في وقت ما كانش موجود، ما كناش بنلاقيه خالص يا دكتور دينا خالص. ففيتامين سي مهم قوي للمناعه، فيتامين سي مهم لبشرتي ومهم لشعري. فيتامين سي مهم لتعزيز الكولاجين. كويس. الكولاجين مهم قوي للغضاريف مش بس للوش. الكولاجين بروتين اساسي بينقص بعد سن 25 سنه، فلازم ادعم بفيتامين سي. دي حاجة ماشي. حلوة. أوكي. أنا فهمت بعد 25 سنة خلاص. تمام. كلنا فيتامين سي ليه أهمية كبرى، إنه بيعزز لي على امتصاص الحديد. يمكن مثلا حد يقول إيه، أنا باكل حديد كتير بس جيت عملت السي بي سي بتاعي لقيت عندي أنيميا أو عندي نقص في الحديد. لأن الحديد بيسموه المعدن الملك، حتى لو أكلته المعدة مش بتمتصه بسرعة، بيبقى أو إنها تحوله من فرس لفرك عشان يمتص بتبقى صعبة. عايز عامل مساعد. فعايز عامل مساعد. إيه العامل المساعد؟ فيتامين سي والزنك، الاتنين عاملين مساعدين هما يعززوا لي على امتصاص الحديد. كويس. وده بيتاخد بيبقى انكلود الفيتامين نفسه، يعني الكبسوله فيها كل الحاجات دي، فيها فيتامين سي اللي بيعمل كل ده. كويس. عندي تاني حاجه طبعا فيتامين اي. فيتامين اي حلو قوي، لان فيتامين اي اقوى مضاد اكسده ربنا خلقه. جسمنا يوميا بيتعرض للاكسديشن، يوميا بيتعرض للاكسده، جسمنا شعرنا وشنا، وبالتالي اكسده يعني التهابات عاليه في الجسم. فازاي اقدر اشتغل از انتي اوكسيدنت، ان انا ألب مالتي فيت داخله فيتامين اي فبيقلل لي الالتهابات، وكمان بيحسن مستوى الخصوبه بشكل ما، وليس علاج لاي مرض. أوكي. يعني مش معنى ان انا بقول ان هو بيحسن مستوى الخصوبه عند الست انها لو هي مثلا ما بتخلفش او قعدت فتره ما بتحملش، دي لازم تروح دايركت للدكتور، ممكن محتاجه هرمونال ثيرابي، يعني علاج هرموني، علاج وات ايفر. لكن على طول بقول كل مره هطلع اقول ان ألب مالتي فيت هو داعم فقط. أوكي. وليس علاج، مساعد. تمام. مساعد. عندك داخل ألب مالتي فيت كمان نقدر نقول فيتامين بي كومبلكس. طبعا النحاس. النحاس خلينا نبدا بالنحاس. النحاس مهم قوي قوي، لان النحاس مهم جدا للدم
مهم جدا للمناعه، مناعه يعني فيتامين سي يعني زنك يعني نحاس. طيب في ناس بياخدوا مثلا الزنك لوحده كسبلمنت لوحده، لو اخدت الزنك على اللونج تيرم سبلمنت لوحده النحاس عندي هيقع، لان الزنك حاجه اسمها كليتس، يعني الزنك والنحاس لازم يبقوا زي بعض. لازم يبقى الاثنين مع بعض قد بعض عشان يشتغلوا. فالنحاس ده مهم قوي. وكمان في دراسات قال لك نمو الشيب المبكر او الشعر الابيض للبنات والولاد نتيجه نقص النحاس. فالنحاس مهم قوي. لو هدخل على الب مالتي فيت، في ايه كمان انا عندي داخل الب مالتي فيت؟ فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. ده هايل، ده فيتامين بي رائع، ده ممتاز، مهم جدا بقى لحاجات كتير. اولا تمثيل غذائي. التمثيل الغذائي يعني طاقه، يعني سرعه الايض عاليه، سرعه الحرق عاليه، فطاقه احسن، نشاط احسن، صح، مود احسن. بتلاقي على فكره موضوع ان انا زهقانه مش مبسوطه بيبقى ساعات نقص فيتامين، بيبقى احيانا نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 بيدعم لي كرات الدم الحمراء. تمام. طبعا الف مالتي فيت اللي شايفينه على الشاشه مهم قوي ان انا احفظ العلبه يا عظيمه، يعني انا ما عنديش اي بديل في الصيدليه. أوكي. لا بالاغلى ولا بالارخص. فهمت. طبعا الف مالتي فيت سعره رائع رائع، وشركه بايوناتشر. طب هو جواه كام شريط يا دكتور دي؟ جواه 3 شرايط بيكفي شهر. ما شاء الله. يلا يعني علبه تكفيني شهر. ده بيكفيني شهر. السعر رائع، مش هينفع اقول السعر على الهواء. طبعا طبعا الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي ارقام الشركه، عايزين تعرفوا السعر، عايزين تعرفوا معلومات اكتر نسيت اقولها. اوريدي الكول سنتر موجود، عندهم خبره واسعه في الـ في الـ في, في الرد على الاسئله. وبلس الحلو اللي فيه ان انا بقول ايه، اشتروه من الصيدليه احسن. انت عايزاهم يطمئنوا ويبقوا عارفين ان ده منتج موجود ومتوفر في الصيدليه. كلموا البنات على الكول سنتر. الفيتامينز هي اللي كلها اللي موجوده في جوه الالب. كلموا البنات على الكول سنتر، هم هيوجهوكم للصيدليه القريبه من بيتكم، عشان احنا لسه الحقيقه ما قدرناش نوفر في كل صيدليات مصر. في سلسله صيدليات كبيره طبعا موجوده فيها، مش هينفع اقول اسمها ايه. فكلموا على طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، هم هيوجهوكم لاقرب مكان ليكم، الصيدليه الاقرب للمكان او المحافظه اللي موجود فيها. طبعا انا شايفه زي ما انت شايفه ده ما شاء الله. الفيتامينز، الكالسيوم مهم قوي لتكوين خلايا العظام. طبعا مهم جدا. فيتامين بي 3، فيتامين بي 6، 5، كل عائلة فيتامين بي. والفوليك اسيد ده مهم جدا. الفوليك اسيد من عائلة فيتامين بي يا عظيم. ده ممتاز. فيتامين بي 9 حتى بنلاحظ السيدات لما بيبقوا في الحمل المبدئي الاولي لازم اول 3 شهور ياخدوا فوليك اسيد. الدكتور يكتب لها على فوليك اسيد من قبل ما تحمل كمان. لان الفوليك اسيد بيدعم اعصاب، بيدعم الخلايا الجهاز العصبي للجنين. فلازم تاخد فوليك اسيد. فالب مالتي فيت رائع للحوامل، لكن بقول لاي سيده حامل لازم برضو تراجع الدكتور، محتاجه كالسيوم اكتر. صحيح. يعني محتاجه تركيز النسب. اكتر. هي احنا هنا كاتبين النسب وعارفينها يعني في الالف مالتي فيت. بالزبط. لكن هي تبقى لازم يعني النسب بتاعت الف مالتي فيت مش اللي هي تنفع تتاخد يوميا. فهمت. يعني لو في حد مثلا عنده مشاكل كبيره في العظم، عنده نقص رهيب في الكالسيوم، بياخد الب مالتي فيت ما فيش مشكله، بس ممكن يدعم الدكتور هو اللي يقول مش انا بقى، انك انت تاخد كالسيوم زياده. على حسب الحاله. على حسب الحاله. طب خلينا نتكلم عن الجرعات. الجرعات بقى المناسبه، يعني احنا مثلا لو انا خلاص هو انا الحمد لله شخص عادي، انا عايزه اخد بقى المكمل الغذائي ده وامشي عليه. فانا هاخد ايه، كبسوله وامتى اخدها؟ هي كبسوله واحده في اليوم كافيه جدا، ما بكترش على كبسوله. لو انا الصبح بفطر كويس باخده بعد الفطار بنص ساعه كويس على كوبايه ميه كبيره، عشان معظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، قابله للذوبان في الماء. فباخده وبلاقي بقى النشاط عندي بيتحسن جدا في خلال يومين، هحس بنشاط حلو كويس. فهي كبسوله واحده في اليوم، ما بنكترش على كده. يمكن حد بيسال طب انا عايزه اخد كبسولتين، اقول لهم لا ارجعوا للدكتور. فهمت. لكن المعقول او الجرعه المظبوطه كبسوله. هي كبسوله. طب لو اتكلمنا عن اصحاب الامراض المزمنه بقى، ياخدوا ايه الجرعات المناسبه ليهم؟ اصحاب الامراض المزمنه الب مالتي فيت ما فيهوش ماده فعاله تاذيهم اطلاقا اطلاقا. اصحاب الامراض المزمنه بياخدوا الب مالتي فيت برضو كبسوله واحده في اليوم. يمكن عندي كونسرن بسيط على اصحاب امراض التليف الكبدي لا قدر الله، الفشل الكلوي، اي حاجه بياخدوها مكملات غذائيه، فيتامينز، اي حاجه بتتبلع بتبقى تحت استشاره طبيب. لكن اي حد ايا كان تاني بيقدر ياخد الب مالتي فيت، حتى اصحاب الامراض المزمنه. ده هايل جدا. طيب انا بقى يعني عايزه اعرف احنا من سن كام او عمر كام نقدر نتعامل معاه؟
يعني مثلا في اولاد شباب لسه في مقتبل، قولي لنا السن المناسب. السن من 14 سنه ابدا اخده، مفيش اي مشكله. وطبعا احنا انا شايفه على الشاشه ده اللي بيميز الفا مالتي في عن بقيه المكملات الغذائيه اللي موجوده في ماركت. الاعلى في تركيز الزنك، يعني مناعه، طاقه، ذكوره. طبعا الزنك احنا عارفين انه بيحسن الذكوره عند الرجال وليس علاج، علاج كل مره بقول. بشره، شعر، طبعا البشره والشعر حلو جدا ليهم زنك، بيقوي المناعه زي ما انا قلت، مناعه يعني فيتامين سي، يعني زنك يعني نحاس. طبعا انا عندي فيتامين سي 500 ملي جرام، يعني ده طب كم حلو. حلو فيتامين سي بالظبط، غني بمجموعه فيتامينات ب الكامله. يمكن بتشوفي مكملات غذائيه اخرى بيبقى فيها الكوبالامين، البيوتين، الفوليك اسيد، بس ما فيهاش النايسين. طب انا عايزه نايسين. فهو غني بمجموعه فيتامين ب الكامله. طبعا الاقوى كمضاد اكسده، لان اهم فيتامينات لضد الاكسده فيتامين اي وفيتامين سي. وطبعا بيدعم صحه الشعر والضوافر والبشره. طيب نعرف بقى حاجه، ايه الفرق بين المكمل الغذائي وبين الادويه اللي احنا بناخدها؟ يعني احنا دلوقتي ما باخد دواء، ممكن يقول لي ايه الدواء ده؟ بقرا مثلا عليه يقول ايه، الاقي اعشاب طبيعيه وهو اصلا عندي كحه، فاللي هو إيه ماشي ده يعني ده مكمل ولا ده بيعالج الكحه ولا ايه؟ والفيتامين اللي انا عارفاه صريح ان ده فيتامين الدكتور كاتبه لي عشان يدعم صحتي دي. فقول لنا كده برضو للناس اللي شويه ساعات بيختلط عليها الامور، تقول لك الله ده مش ده مكمل غذائي برضو. دايما انا قلت لك اللي بيعالج ضغط الدم، اللي بيعالج السكر بالقرفه، القرفه حلوه للسكر بيه. لكن السكر لا، يعني 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 المرض لازم اعمله كنترول. اوكي، مفيش حاجه اسمها فيتامين يعالج سكر، لان فيتامين مش هيخلق انسولين. انت عندك يمكن اصحاب اللي هو تايب 1 السكر، ده بيبقى مرض مناعي، يعني ان الخلايا المناعيه بتهاجم البنكرياس، فاوريدي ما عندهمش انسولين. لو ما خدوش انسولين هتبقى كارثه، هتبقى مشكله. فما فيش حاجه اسمها كده اطلاقا. الاعشاب، الفيتامينات هي دعم للصحه وليست علاج. العلاج انت عندك شركات الادويه عشان تعمل دواء، ده سنين طويله جدا ابحاث وسنين طويله جدا، وايه الاكتف انجريدينت ده، وبياخد تستات كتيره جدا عشان شركه الادويه تطلع منتج مصرح وما بيعملليش اعراض جانبيه. لان بيبقى في ماده فعاله بتشتغل، يعني مثلا يقول لي ايه الف مالتي فيت حلوه للكوليسترول، بيحسن نسبه الكوليسترول، لكن ليس علاج للكوليسترول. بيبقى في مواد فعاله هي اللي بتعالج لي. بيبقى في مريض القلب محتاج دواء سيوله. فما فيش حاجه اسمها ان انا مع مرض مزمن، ده دي كارثه، دي جريمه انا بسميها. لو حد بيقول لحد كده دي انا شايفاها جريمه الحقيقه. انا طبعا معاكي جدا، انا مبسوطه انه بيبقى فيه منتج واحد. بس احنا برضو ايه فكره كثره الفيتامينز كتير، اخد من ده واخد من ده واخد من ده عشان اجمع في الاخر مجموع النسب اللي انا جسمي محتاجها، دي مساله صعبه. فانا لما يبقى عندي ده في كبسول واحد بيديني كل الحاجات اللي انا محتاجاها. والحلو يا عظيمه في الفا مالتي فيت ان النسب مش عاليه. ما انا لسه يعني ببص على انا معجبه بيه. انا ريت تنزلوا لنا النسب تاني بعد اذنكم برضو نشوفها مع بعض بعد اذنكم. النسب مش عاليه يعني، يعني على النسب انا شايفاها ممتازه. هو مش كورس. ممكن حد بيبقى محتاج كورس من فيتامين معين، ده الدكتور اللي بيحدده. يعني التراكيز الكبيره دي تحت استشاره الطبيب. هو نازل. بصي بقى، لكن انا عندي تراكيز معقوله جدا. تسلموا حبايبي. محتاجه ادعم كمان بالاكل، يعني الكالسيوم 70 ملي جرام، البني ادم الطبيعي محتاج 1000 على فكره. فانت بتدعمي بقى مع ده مثلا الالبان، البيض اللي فيها كالسيوم مثلا. ممتاز، النسب بتاعته ممتازه. عجباني، وكم الفيتامينز اللي فيه رائعه، يعني طبعا ملم بكل الحاجات المهمه فعلا. ولكن طبعا فيتامينز تانيين مهمين، يعني برضو فيتامين د مهم للمناعه، ده مهم والكلام ده كله. لكن الف مالتي فيت هو ملم بمعظم الفيتامينات، معظمها لكن ليست كلها. لان هو احنا عاده كلنا بناخد ده لبره، لانه كل شخص وحاله وجسم او سن ليه نسبه في فيتامين د، ودايما ما ينفعش يزيد. انا ده اللي انا عارفاه، لان انا دايما بيبقى عندي نقص في فيتامين د. والله فكل ما كل ما اعمل التحليل يقول لي وهتروحي للدكتور يكتب لي نسبه، فلازم اشتري النسبه بتاعتي المناسبه ليا والنقص اللي عندي. ثلاث شهور وبعد كده ممكن تمشي عليه بفيتامين د بنسب بسيطه جدا. طيب ارقام معانا على الشاشه لو حضراتكم عايزين تحصلوا، قولوا لنا. احصلوا على الف مالتي فيت من الصيدليه، وتقدروا تتكلموا عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه برضو. البنات يقولوا لكم او الكول سنتر الصيدليه اللي جنب بيتكم، لان يعني طبعا بعتذر ان انا ما عرفتش يعني اوزع في كل صيدليات مصر
لحد دلوقتي ما شاء الله. الله اكبر يعني صح. مصر كبيره جدا ما شاء الله. فكل محافظه فيها كام صيدليه لكن احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه وموجوده في معظم المحافظات. بالظبط خلاص ده بالزبط. ده بالنسبه لنا مهم عشان اصدقائنا اكيد هيسالوا يسالوا وهيبقوا عايزين يعرفوا الاقرب مكان ليهم وحقهم بالذات اللي في المحافظات. يعرفوا مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء حقهم. ده بالنسبه لي اهم حاجه في حياتي لانه بجد والله فعلا في حاجات بتترشح الواحد ما بيبقاش عارفها يقول لك مستورد مش موجود هنا. هو الفكره مش انه مستورد, المشكله ان انا دايما بقيت باتمن دلوقتي اللي هنا في بلدي مرخص من وزاره الصحه اللي عايز مصر. يعني انا يمكن لما قبل ما الف مالتي فيت ينزل وكنت باخد فيتامينز لو انا مسافره بره مصر بجيبها من الصيدليه لو مستورد لان مش موجود مستورد جوه مصر. فانا اسافر اجيبه جوه الصيدليه ما باخدش حاجه اونلاين على السوشيال ميديا. انا مبسوطه جدا اولا بوجودك معايا النهارده, شرفتيني ونورتيني دكتور دينا ابو السعود, بجد شرفتيني ونورتيني واتمنى ان نكون قدرنا يعني نتكلم مع حضراتكم في الحاجات اللي حضراتكم سالتوا فيها وتهمكم وحابين ان احنا نتكلم فيها باستفاضه. ولينا اسئله كتير ولينا حلقات تانية مع بعض ان شاء الله. دكتور دينا هتكون مشرفانا ومنورانا. بشكرك شكرا جزيلا النهارده وانا كمان سعيده بوجودك وكل سنه وانتي طيبه, وكل سنه وحضراتكم طيبين. عيد سعيد على حضراتكم باذن الله, واشوف حضراتكم في حلقه جديده واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على خير وصحه وسلامه. وسلام عليكم.